عام من التميز والإنجازات والتطلعات. تحت هذا الشعار وبرعاية الرئيس عيدروس زبيدي، نظم المجلس التنسيقي الأعلى لمنظمات المجتمع المدني بمحافظة حضرموت حفلاً خطابياً وفنياً وتكريمياً بمناسبة الذكرى الأولى على تأسيسه. إن شاء الله سوف يكون عندنا خطة في المستقبل لاستيعاب أكثر عدد من المؤسسات والجمعيات والمبادرات. طبعا الآن المجلس يحتوي 40 جمعية ومؤسسة ومبادرة ومنتدى في محافظة حضرموت، وهي تعمل بكل جهد وبكل أدنى من أجل إنشاء المجلس في التنسيقي في حضرموت وخدمة المواطنين والمجتمع إن شاء الله بإذن الله. طبعا نحن نتمنى من المجلس التنسيقي أيضا يدعم أنشاطات المؤسسات الحقوقية، وخاصة أن لها رصد ولها تعمل في الانتهاكات، تعمل في كثير من المشاكل اللي يتعرض لها المجتمع، سواء نساء أو امرأة أي مؤسسة أخرى. الحفل استعرض في كلمات معبرة عن المناسبة أبرز البرامج والمشاريع التي نفذها المجلس التنسيقي داخل المحافظة، إلى جانب الدعم الإغاثي والإنساني. يأتي هذا العام والاحتفال بالذكرى الأولى لتأسيس المجلس من أجل النضال المشترك في إيجاد دولتنا الجنوبية القادمة بإذن الله تعالى. حقيقة الحفل كان جدا جميل، وتكريم أغلب المنظمات المشاركة في ضمن المجلس هو تحفيز وحافز للمؤسسات للعطاء والتقديم بشكل أكبر للأيام القادمة بإذن الله. نشكر المجلس التنسيقي الأعلى لتتويجه اليوم، تكريمه لجمعية المعاقات حركيا ومساعدته للجمعية في أمور كثيرة. يعني مجلس التنسيق الأعلى يضم تحت قيادته عدد من المنظمات المحلية، جرى خلال هذا الحفل تكريمهم، إضافة لتكريم الجهات الداعمة والقيادات وعدد من مدراء العموم في المحافظة. عيدروس الخليفي لقناة الغد المشرق.